بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الارض ولا في السماء والسميع العليم. بسم الله الرحمن الرحيم. اول ما بدينا على النبي صلينا، لما صلى وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى وصحبه وسلم. السلام عليكم اعزائنا المشاهدين، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده ان شاء الله هنعمل معاكم حواوشي مبهدل. حد طلب مني من الاسره بتاعتي عايز ياكل حواوشي مبهدل، فالنهارده هنعمل معاكم حواوشي مبهدل. هنا زي ما شايفين كده، كم بصلاية على ثلاث بيضات زي ما انتوا شايفين، على جزرتين، على قطيتين زي ما انتوا شايفين، بركة ربنا سبحانه وتعالى، على ربع لحمة، على ربع لحمة يعني ربع وربع نص كيلو زي ما انتوا شايفين كده. هنعمل حواوشي مبهدل ان شاء الله. ربنا على صلاح الحال لينا ولكم وللجميع، كل سنة وانتم طيبين وكل يوم صباح حلو ان شاء الله. وانا معلش اتأخرت في الرد عليكم لاني انا اللي عندي النت كان فاصل، فما عرفتش ارد عليكم صراحه، وان شاء الله كله هيترد وكله مردود وربنا عليه صالح الحل لنا ولكم وللجميع. ومن يتق الله يجعل له مخرجا. نشكر كل اللي نورنا ونور، وربنا يصلح حالنا وحالكم وربنا المستعان يا جماعه. والله والله ربنا كده ينصرنا وينصركم حق ايام كبيره كده ان شاء الله. انا حطيت الجزر مع اللحمه والبصل كله كده يقلبهم مع بعضه. هنا معلقه ماده دهنيه حطيتها كده، ودي القوطه زي ما انتم شايفين كده حطيت القوطه. والفيديو ده يا جماعه والله 3 دقايق مش طول يعني، عشان ما تلاقوش يعني ما كده يعني مش طويل. وما تنسوش تنورونا كده بالله، كل اشتراك اللي يخش عندنا ينورنا وننوره. هنا دي التوابل بتاعه ايمي، ده زعتر على كارع على كمون وكزبرة وملح يعني زي ما انتوا شايفين. وهنا الثلاث بيضات كسرتهم مميتي حطهم على الحواوشي. حواوشي جميل جدا وخفيف ولذيذ ومفهوش دهون كتيرة زي الحواوشي التاني، وكل واحد ورغبته، كل واحد ياكل اللي هو عاوزه. انا شخصيا بحب الحواوشي التاني بس الدهون بتبقى كتيرة فيه، يعني الواحد صراحة بيبقى ممنوع من الدهون. يلا ربنا على صلاح الحال لنا ولكم وللجميع. هنا الحوش يا جماعه بتاع ايه مستوى اهو، وزي ما انتم شايفين كده اهو هنعبيه في العيش. هنعمله بقى سندوتشات اهو. بصوا العيش كان عندي عيش بايت فسخنته، هحط فيه عب اعمله ايه سندوتشات كده زي ما انتم شايفين كده. بألف هنا وشفا للي كل واللي هياكل واللي شاف، وربنا يصلح حالنا وحالكم. ونشكر كل اللي يخش عندنا وربنا يصلح حاله وربنا المستعان معنا ومعكم. زي ما انتم شايفين كده الحواوشي خلاص كده عبيته في العيش، وبقى الف هنا وشفا للي كان واللي ياكل واللي شاف، وربنا على صلاح الحال لنا.